يعتبر واحدا من أبرز نجوم التسعينات الذين تميزوا بالوفاء والإخلاص للكيان الأبيض والروح القتالية داخل المستطيل الأخضر في الدفاع عن ألوان قميص ميت عقبة. النجم الخلوق حسين عبد اللطيف. حسين عبد اللطيف ولد في مثل هذا اليوم 17 من ديسمبر من عام 1965 بنجح حمادي بمحافظة قنا، واستطاع إبهار من تناوبوا على تدريب الزمالك خلال مشواره مع الفارس الأبيض لغيرته الشديدة على قميص النادي الملكي وأدواره التكتيكية البارزة والإجادة في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر بخلاف مركزه الأساسي كظهير أيمن. وبدأ عبد اللطيف مسيرته الكروية في نادي الألمونيوم ومنه إلى المنيا قبل أن يحقق حلمه بالانضمام لصفوف الزمالك في موسم 1990-1991. وساهم عبد اللطيف في تتويج الزمالك بلقب الدوري موسمي 1991-1992 و1992-1993، كذلك معانقة لقب دوري أبطال إفريقيا في عام 1993، فضلاً عن تذوق فرحة التتويج بالسوبر القاري على حساب الأهلي بموقعة جوهانسبرغ. وعلى الرغم من حصوله على عرض مغري مالياً من النادي الأهلي للانضمام لصفوفه عقب رحيله عن الزمالك، إلى أن عبد اللطيف رفض الأمر تماماً وأغلق جميع أبواب التفاوض في وجه مسؤول النادي الأحمر احتراماً لجماهير القلعة البيضاء، وأنهى حسين عبد اللطيف مشواره مع المستديرة في نادي الألمونيوم في موسم 1999-2000، وقرر بعدها الاتجاه لمجال التدريب وتولى القيادة الفنية لعدة أندية داخل وخارج مصر، حقق خلالها نتائج مميزة حيث نجح في قيادة نادي الألمونيوم للممتاز، كذلك خوض تجربة ناجحة مع الجزيرة الأردني والجبلين السعودي وغيرها من الأندية، فضلاً عن خوض تجربة جديدة من نوعها بتدريب منتخب مصر للكرة النسائية. حسين عبد اللطيف الجوكر الوفي للقلعة البيضاء والمدرب القدير الذي ينال حباً واحتراماً كبيراً من جماهير الكرة المصرية بشكل عام وأنصار الزمالك بشكل خاص. كل عام وأنت بخير.